بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد بإذن الله الدرس الثاني في الوحدة الأولى. الدرس الأول كان اسمه الاتحاد الكيميائي، ودرسنا فيه الأيون الموجب والأيون السالب والرابطة التساهمية والرابطة الأيونية. تعال بقى إزاي نعرف المركبات الكيميائية بتتكون، ومن اسمها مركبات يعني تركيبة شيء على شيء، عنصر على عنصر، علشان يعمل مجموعة جديدة اسمها مركب كيميائي. الدرس اللي فات خدنا فيه عدد الإلكترونات اللي بتبقى موجودة في مستوى الطاقة الخارجي للذرة، وعرفنا إن بناء على مستوى الطاقة الأخير إن إحنا نقدر نحدد سلوك الذرة إيه أثناء التفاعل الكيميائي. فمثلا كان في ذرات بتعطي إلكترونات المستوى الطاقة الخارجي بتاعها أثناء اتحادها مع ذرة أخرى يبقى بتفقد، وفي ذرات تانية بتكتسب إلكترونات. طب ليه فقدت وليه اكتسبت؟ علشان تكمل مستوى الطاقة الخارجي الثمانية وتبقى مكتملة في مستوى الطاقة الأخير. ولكن في ذرات لا تعطي ولا تكتسب، أمال عملت إيه؟ شاركت بعدد من الإلكترونات، واللي كان موجود في الروابط مين؟ في الروابط التساهمية. على بقى النهاردة عندنا حاجة مهمة جدا بناء على الفقد وعلى الاكتساب، الحاجة دي اللي هي مين؟ التكافؤ. كل ذرة لها تكافؤ، كل عنصر له تكافؤ. طب يعني إيه يا مستر التكافؤ؟ قال لك التكافؤ ده مرتبط بعدد الإلكترونات اللي فقدتها أو اكتسبتها أو شاركت بيها الذرة. إزاي يعني؟ لو ذرة فقدت إلكترون يبقى أحادية التكافؤ، طب فقدت اتنين ثنائية التكافؤ. طب اعكس بقى في الاكتساب، اكتسبت واحد يبقى أحادية، اكتسبت اتنين يبقى ثنائية، اكتسبت تلاتة يبقى ثلاثية. طب لو في الروابط التساهمية شاركت بواحد أحادية، شاركت باتنين ثنائية، شاركت بتلاتة ثلاثية. يبقى حسب الفقد أو الاكتساب أو المشاركة يتحدد تكافؤ العنصر. يبقى يمكن تحديد التكافؤ بناء على عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير للذرة. طب اديني مثال، تعالى كده نمسك بعض العناصر ونعرف هي فلز ولا لا فلز، هي أحادية ولا ثنائية ولا ثلاثية. الليثيوم، ونعرف كمان الرموز إلا آي، وعدد الذري 3. طب لما يتوزع يبقى 2 1، الله ده عنده واحد في مستوى الطاقة الأخير يبقى فلز. طب التكافؤ أحادي، طب عرفت منين؟ لأنه عنده إلكترون واحد. طب يفقده ولا يكتسبه؟ طبعا يفقده لأنه إلكترون واحد وأقل من 4. شفتوا القصة ماشية إزاي والحدوتة؟ طب عنصر تاني المغنيسيوم من المشاهير ام جي 12، طب ال 12 تتوزع ازاي؟ 2 8 2. طب عنده الكترونين يبقى فلز، طب تكافؤه ثنائي. طب ليه؟ لانه يفقد الكترونين من مستوى الطاقه الاخير. الالومنيوم اي ال 13 من المشاهير، طب ال 13 تتوزع ازاي؟ 2 8 3، وال 3 اقل من 4، يبقى يفقد 3 الكترونات وده فلز وثلاثي التكافؤ. الكلور معروف جدا سي ال 17، توزيعته 2 8 7، السبعه اكتر من النص، يبقى ايه؟ لا فلز، احادي التكافؤ. ليه احادي؟ لانه هنا 7 فاضل لها واحد وتبقى 8. يبقى عنده حلين، لو عايز يعمل رابطه ايونيه يكتسب الكترون، لو رابطه تساهميه يشارك بالكترون واحد. طب الاكسجين او 8 تتوزع ازاي؟ 2 6، الستة أكتر من النص وهو غاز، يبقى لا فلز، ثنائي التكافؤ. ليه؟ يا إما يكتسب 2 إلكترون يا إما يشارك بإلكترونين في الروابط التساهمية. نيون إن إي، عدد الذري 10، توزيعته 2 8، النيون 8 مكتمل علشان كده من الغازات الخاملة. طب التكافؤ بتاعه إيه؟ 0، ودي معلومة جديدة يا ولاد. يبقى الغاز الخامل اكمنه مكتمل الالكترونات في مستوى الطاقة الأخير يبقى التكافؤ بتاعه زيرو. طب اعكس الجملة، مين اللي التكافؤ بتاعه صفر؟ الغاز الخامل.
طب علل، لأنه لا يفقد ولا يكتسب ولا يشارك لأنه مكتمل المستوى الأخير. تعال ناخد تعليلات على اللي احنا شرحناه. علل، وللصوديوم أحادي التكافؤ، أقول له الصوديوم إن 11، ما دام 11 يبقى توزيعته 2 8 1. ليه أحادي؟ لأن ذرة الصوديوم عندها إلكترون واحد في مستوى الطاقة الأخير، يبقى تميل إلى فقد إلكترون من مستوى الطاقة الأخير في التفاعل الكيميائي، علشان كده أحادية. الكلور CL، طب عدد الذري 17، طب ليه قلنا عليه أحادي التكافؤ؟ توزيعته 2 8 7، ما دام 7 يبقى تميل الذرة إلى اكتساب إلكترون. طب لو رابطة تساهمية تشارك بإلكترون في التفاعل الكيميائي، يبقى أحادي التكافؤ الكالسيوم CA ثنائي التكافؤ. خلاص بقى عرفنا القصة ماشية إزاي، لأن ذرة الكالسيوم تميل إلى فقد إلكترونين من مستوى الطاقة الأخير. الأكسجين ماله؟ O8 O8، يميل ذرة الأكسجين إلى اكتساب أو مشاركة بإلكترونين، علشان كده ثنائي التكافؤ. الألمونيوم Al ثلاثي التكافؤ، ليه ثلاثي؟ أقول له لأنه عنده 3 إلكترونات في مستوى الطاقة الأخير، يبقى يميل إلى فقد 3 إلكترونات من مستوى الطاقة الخارجي. إمتى؟ أثناء التفاعل الكيميائي. علل، لسه قايلينه، ليه جميع العناصر الخاملة التكافؤ بتاعها زيرو؟ لأنها ما شاء الله لا تفقد ولا تكتسب ولا تشارك بإلكترونات في الظروف العادية، لأن مستوى الطاقة الأخير مكتمل. مستوى الطاقة الأخير مكتمل. نيجي للبوتاسيوم كي، وجاب له عدد الذري 19. الفلور اف، وعدد الذري 9، ده عدد ذري وده عدد ذري آخر. فالراجل بيقول لك برغم ان هما لهم نفس التكافؤ ولكن في اختلاف في العدد الذري، يبقى نشرح ده ونشرح ده. توزيعة ال 19 2 8 8 1، صح، يبقى ذرة البوتاسيوم كي تميل إلى فقد إلكترون أثناء التفاعل الكيميائي. طب توزيعة التسعة تتعمل إزاي؟ 2 ويتبقى 7، تمام، يبقى محتاجة 1، يبقى تميل إلى اكتساب إلكترون. خدت بالك من حاجة؟ دي فقدت إلكترون، دي اكتسبت إلكترون. واحدة هتتحول لأيون موجب وواحدة هتتحول لأيون سالب، أمال دي ليه أحادية ودي ليه أحادية؟ عشان هنا فقدت 1 وهنا اكتسبت 1. إمتى؟ أثناء التفاعل الكيميائي. على بقى لبعض العناصر، مين؟ الفلزية، واللي ليها أكتر من تكافؤ. إزاي؟ أقول لك أنا، تعالى اللي إحنا قلناه، ليثيوم أحادي، صوديوم أحادي، بوتاسيوم أحادي، الفضة أحادي، يبقى مين اللي أحادي التكافؤ يا جماعة؟ ليثيوم صوديوم بوتاسيوم فضة، ليثيوم صوديوم بوتاسيوم فضة، دول من العناصر الفلزية. طب الثنائية، الكالسيوم والمغنيسيوم والخرسين والرصاص وكمان الزئبق اتش جي، دول ايه؟ ثنائية التكافؤ، لأنها بتميل إلى ايه؟ إلى فقد أو اكتساب 2 إلكترون. أمال مين اللي ثلاثي التكافؤ؟ الألمونيوم والذهب، والاتنين من المعادن المعروفة، والاتنين من أسرة الفلزات، يبقى الاتنين تكافؤهم ايه؟ ثلاثي، تكافؤهم ثلاثي. تعالى بقى المعلومة ظريفة جدا، ايه هي؟ عارف الحديد؟ ايوه عارفه. رمزه الكيميائي ايه؟ رمزه الكيميائي معروف اف اي. قال لك تخيل يا مستر خير، قال لك ان الحديد ده ممكن يبقى ثنائي وممكن يبقى ثلاثي. ازاي يعني؟ له تكافؤين؟ يعني يفقد 2 او يفقد 3. طب وايه السبب في تغييره؟ قال لك ممكن يتعرض لظروف غير عادية، يخش في تفاعلات كيميائية غير عادية، فمرة يفقد 2 أو يفقد 3، أو يكتسب 2 أو يكتسب 3، يبقى يتحول لمين؟ لثنائي أو ثلاثي. طب يا ترى نميز بينهم إزاي؟ قال لك طريقة جميلة جدا، إيه هي؟ ثنائي ده الأصغر، يبقى اسمه حديدوز،
نضيف له المقطع أوز ووزين حديدوز، يبقى ده ثنائي. طب لو كان ثلاثي بيضيفوا له المقطع ها يه وكاف، يبقى اسمه حديديك، يبقى اللي اخره ووزين ده التكافؤ الاقل الثنائي ويبقى اسمه حديدوز. طب التكافؤ اللي اخره يه وكاف حديديك، يبقى ده الثلاثي الاكبر، يبقى الووزين اصغر اليه كاف اكبر. نفس القصه لمين؟ النحاس سي يو، ممكن يبقى له اسمين، نحاسوز نحاسيك. تاني نحاسوز يبقى أحادي التكافؤ الأصغر، نحاسيك يبقى ثنائي التكافؤ الأكبر. اتنين، يبقى يجي لك سؤال، بعض العناصر لها اتنين تكافؤ، الحديد ثنائي وثلاثي، النحاس أحادي وإيه؟ أحادي وثنائي. تعال نشوف مجموعات أخرى، يلا نشوف الشريحة اللي بعدها. الشريحة اللي بعدها بيتكلم عن إيه؟ عن بعض العناصر برضه، ولكن العناصر مين يا جماعة المرة دي؟ اللافلزية. أمال اللي فاتت كانت العناصر مين؟ العناصر الفلزية. يبقى اللي فاتت فلزات، اللي فاتت فلزات أهي، واللي جاية لافلزات. هتلاقي أغلبها مين الغازات؟ الهيدروجين H أحادي H1، الفلور 9 آخر واحد بعد التوزيع أحادي، الكلور 17 واحد، البروم بي آر، اليود آي، يبقى كل دول أحاديين التكافؤ. يبقى لو قال لك اذكر بعض عناصر اللافلزات الأحادية، هيدروجين فلور كلور بروم يود. طب الثنائي عندك الأكسجين، الأكسجين 8 بيبقى كام؟ 2 6، يبقى ثنائي التكافؤ وده رمزه الكيميائي O. أمال مين اللي غريب شوية؟ الكربون رباعي، الكربون رمزه الكيميائي C، تكافؤه رباعي. تمام وهو الوحيد اللي أخذ رباعي فقط. طب تعالى بعض العناصر يا مستر، هل في اللافلزات في حد له أكتر من تكافؤ؟ النيتروجين. الكلام ده إمتى؟ في الظروف غير العادية. النيتروجين رمزه إن، يا ثلاثي يا خماسي. الفوسفور رمزه بي تقيلة، ثلاثي وخماسي. يبقى يجي لك سؤال أكمل، مين من اللافلزات ثلاثي وخماسي؟ أقول له النيتروجين والفوسفور. طب الكبريت سبحان الله عنده ثلاث تكافؤات، لو اتعرض لظروف معينة غير عادية تلاقيه أخذ تكافؤ ثنائي أو رباعي أو سداسي. يبقى مين الرباعي لوحده؟ الكربون. مين اللي أخذ ثنائي ورباعي وسداسي؟ مفيش إلا الكبريت إس بس، الوحيد اللي عنده ثلاثة تكافؤ، ثنائي رباعي سداسي الكبريت. طب ثلاثي وخماسي؟ النيتروجين والفوسفور. اتفقنا يا جماعة؟ اتفقنا. على البعض الملاحظات اللي اتكلمنا عليها، بعض العناصر لها أكتر من تكافؤ، قلنا الكبير بيضيفوا له المقطع يك حديديك نحاسيك، والصغير بيضيفوا له المقطع ووزين حديدوز نحاسوز. طب أفرق بينهم إزاي يا جماعة؟ أفرق بينهم مثلا الحديد اف اي موجب 2 يبقى ثنائي التكافؤ، ده الصغير يبقى حديدوز. طب الاف اي 3 ده ثلاثي التكافؤ يبقى حديديك. نفس الكلام للنحاس، سي يو موجب 1 يبقى احادي التكافؤ واسمه نحاسوز، سي يو موجب 2 ثنائي التكافؤ واسمه نحاسيك، الصغير ووزين، الكبير يه كاف. فانا اتفقنا. فاضل لنا في جزئنا النهاردة المجموعة الذرية. المجموعة الذرية دي مين اسمه؟ عبارة عن ذرتين أو ثلاثة اتفقوا مع بعض، تيجي نرتبط سوا، تيجي نتحد سوا ونسلك سلوك الذرة الواحدة، هم اتفقوا مع بعض على كده، يبقى شكل عائلي ولكن اتفقوا أنه يعملوا أسرة واحدة. هي مجموعة من الذرات لعناصر مختلفة ارتبطت مع بعضها وتسلك سلوك الذرة الواحدة. فين؟ في التفاعل الكيميائي. طب بيبقى لها تكافؤ؟ أيوة، تكافؤ خاص بها ككل ولا توجد على حالة انفراد، يعني ما يكونش ذرة وذرة،
تقوم دي تقول انا كذا وانا كذا، لا انتوا سوا هتاخدوا تكافؤ جديد ليكم، هنعتبركم عاملكم كذرة واحدة، يبقى تكافؤ المجموعة الذرية بيساوي عدد الشحنات اللي بتحملها. طب اديني امثلة، تعالى ناخدها كده، مجموعة ذرية اسمها الهيدروكسيد، طب رمزها او اتش، والشحنة بتاعتها سالب واحد، يبقى تكافؤها احادي. ادي اول واحدة. طب انا دلوقتي بتكلم على مين؟ على المجموعة الاحادية، يبقى المستر في الجنب ده هيتكلم على المجموعات الذرية احادية التكافؤ. هيدروكسيد، احفظ معايا الرمز، او اتش. مجموعة النترات، نترات ان او 3 احادية. مجموعة النيتريت ان او 2، خدت بالك من الفرق؟ النترات ان او 3، كل ده حفظ يا جماعة بقى، النيتريت ان او 2 وده احادي وده احادي، البيكربونات اتش سي او 3 احادي شحنة سالبة واحدة، الامونيوم شحنتها موجبة ان اتش 4 واحادية التكافؤ. يبقى مين اللي شحنتها موجبة في الاحادي؟ مجموعة الامونيوم ان اتش 4 شحنة موجبة واحدة، لكن كل دول شحنة سالبة. نراجع الرموز تاني، يلا نراجع، هيدروكسيد او اتش، نترات ان او 3، نيتريت ان او 2، بيكربونات اتش سي او 3، وكلهم احادي. نيجي للمجموعه مين؟ الثنائيه، الكبريتات. مجموعه الكبريتات رمزها اس او 4، ودي شحنه سالبه 2، يبقى ثنائيه التكافؤ. طب ايه كمان؟ الكربونات ثنائيه، خدت بالك من حاجه؟ الاثنين بادئين بالكاف، كربونات كبريتات، ثنائيه ثنائيه، رمز الكبريتات اس او 4، احفظ معايا، رمز الكربونات سي او 3. الله، طب البيكربونات كانت زايده اتش، بص 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 بص، كربونات ساده سي او 3، طب بيكربونات اتش سي او 3، بس البيكربونات احاديه والكربونات ثنائيه. امال مين اللي مجموعه ذريه وثلاثيه؟ الفوسفات، مجموعه الفوسفات بي او 4 عندها كم شحنة؟ ثلاث شحنات سالبة، ودي ثلاثية التكافؤ، يبقى هي الوحيدة اللي في المجموعة الثلاثية. هنا على كده قلنا ده نا، أمال دي إيه؟ ملاحظات على اللي إحنا قلناه، مجموعة الفوسفات تكافؤها ثلاثي، فين هي؟ أهي بي أو 4 شحنة ثلاثية وتكافؤها ثلاثي. طب في معلومة قلتها لك وإحنا شغالين، المجموعتين اللي بيبدأ اسمهم بحرف الكاف كربونات، كبريتات، الاتنين تكافؤهم ثنائي. يعني إيه مستر ده؟ ده مجرد علامة، أنا بس بذكرك. المستر حامد قال كاكا، كربونات كبريتات تكافؤهم ثنائي، طب باقي المجموعات أحادي. آه، يعني أنت عايز تقول يا مستر إن الثلاثي حاجة واحدة فوسفاته بس، وإن الثنائي اللي بادئ بحرف الكاف كربونات كبريتات، وأي عيلة ذكرت سابقا يبقى عيلة أحادية. مين هم العائلات الأحادية؟ يلا نقولهم تاني، هيدروكسيد عشان تحفظ، أو إتش شحنة سالبة أحادية، نترات إن أو 3، احفظ عشان بعد التسجيل أسأل، نيتريت إن أو 2 شحنة سالبة أحادية، بيكربونات زي الكربونات بس زادت إتش وشحنتها أحادية سالبة اتش سو 3، الامونيوم الوحيده اللي موجبه ان اتش 4 موجب واحد. تعالى كده مع بعض نقول اخر شريحه، اي المجموعه الذريه الموجبه الشحنه هي الامونيوم واللي رمزها الكيميائي ان اتش 4، لكن باقي المجموعات الذريه سالبه الشحنه. طب السؤال ده يجي ايه؟ اكمل، يقول لك كل المجموعات الذريه مالها؟ اقول له سالبه، ما عدا مين؟ ما عدا الامونيوم موجبه. طب شحنه ايه؟ موجبه واحد. تكافؤها ايه؟ احادي. من اهم الاسئله اللي بتيجي في الامتحان عدد العناصر وعدد الذرات يا ولاد، ودي مهمه جدا، كله يركز معايا. كلنا خدنا من شويه الرمز الكيميائي الهيدروكسيد او اتش، اوكي قلناه. طب عدد العناصر كم عنصر؟ العناصر يا جماعه يعني الحبيات، زي اما واحد يجيب لي طبق فاكهه
جاب لي برتقانيه، جوافايه، منجايه مثلا، جاب لي كام حبايه؟ 3. كم عنصر؟ 3. ليه قلت 3؟ لان الثلاث انواع مختلفين. طب لو جاب لي طبق فيه 3 جوافه، يبقى انا هقول كم حبايه؟ 3. طب كم عنصر؟ عنصر واحد، لان الثلاثه صنف فاكهه واحد. فهمت قصدي؟ في فرق بين عدد العناصر وعدد الذرات. عدد العناصر اللي هي الاصناف، عدد الذرات اللي هي الحبيات. هي كم عنصر هنا؟ 2. ليه؟ الاو والاتش صنفين. طب عدد الذرات؟ ذره وذره 2. طب نيجي للنترات، ان او 3، كم عنصر؟ 2. اشمعنى؟ الان نوع والاوهات نوع، يعني صنفين، لكن عدد الذرات عدد الحبايات. الان حبايه والاسري 3 حبايات، يبقى الاجمالي 4 حبايات. شفت المعنى؟ افتكر دايما موضوع الفواكه ده، في فرق بين الاصناف وبين الحبايات. طب البيكربونات HCO3، الاتش عنصر والسي عنصر والاوهات عنصر، يبقوا كم عنصر؟ 3. اشمعنى 3 اصناف؟ طب لو عايز عدد الحبايات، ادي حبايه وادي حبايه ودول 3، اجمع يبقى 5. يا رب كلامي يكون واضح يا اولاد. نيجي لمجموعة الكبريتات SO4، لازم نحفظ الايه، الرموز الكيميائية. SO4 ثنائية. طب عناصرها كام؟ 2. اشمعنى؟ الاس عنصر والاوهات عنصر، يبقى عنصرين صنفين. طب الذرات حبايات، ادي حباية ودول 4، يبقى الاجمالي 5. الكربونات CO3 كم عنصر؟ ادي 1 وادي 1، يبقى 2 صنفين فاكهة، كربون وأكسجين. طب عدد الحبايات دي 1 ودي 3، يبقى الإجمالي 4. الفوسفات BO4 كم عنصر؟ 1 وده عنصر، يبقى 2. طب عدد الذرات هنا ذرة ودول 4، يبقى الإجمالي 5. يبقى مطلوب مننا حفظ الرموز الكيميائية وحفظ التكافؤات. أما الفكة إن وانت تطلع بقى كم عنصر وكم حبايه وكم ذره، سهل جدا استخراجه. يا رب يا ولاد درس المركبات الكيميائيه يكون سهل وبسيط ومفهوم باذن الله. المره الجايه استكمال الدرس والصيغ الكيميائيه. وبكده يا ولادي الحمد لله خلصت حلقتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي. ودايما اقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناه روائع البيومي، وتابعنا على صفحه مستر حامد البيومي يصلك كل جديد، وشير في الخير، خلي الكل يستفيد. صالح دعوتكم مستر حامد البيومي.